وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كتأكد وكتطمئن المواطنات والمواطنين اللي كيستعملوا دواء ليفوتيروكسين بأن هذا الدواء متوفر في السوق الوطنية وبأن المخزون الوطني كافي لعدة أشهر. بالموازاة مع ذلك، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كتوفر على مخزون كينهز 4 مليون قرص من هذا الدواء في مختلف المندوبيات الإقليمية للوزارة. ولازم نأكدوا بأن دواء ليفوتيروكسين يعتبر من بين الأدوية اللي كتحظى بمراقبة مستمرة وصارمة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان ولوج كافة مرضى قصور الغدة الدرقية لهذا الدواء.